السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، يا رب في افضل حال. ونكون شفنا الفيديو اللي فات واستفدنا منه كويس، ونكون على الفيديو دوت طبقنا اللي فات وفاهمين كويس ومراجعين عليه، بحيث ان احنا نبقى ناخد حاجة جديدة. هنتكلم النهاردة في ادفانسد سيسكو كاتاليست سويتش. اللي خدناه المرة اللي فاتت كان بازك، اللي النهاردة هناخد الادفانسد. اتكلمنا المره اللي فاتت لحد لير 2 في السبانينج تري، وشفنا المشاكل اللي كانت بتواجهنا، وشفنا عمليه الاليكشن بتاعت الروت بريدج، وكانت هي دي تقعد اهم حاجه. تمام، تعال نشوف النهارده هنبدا نتكلم في ايه. هنتكلم راوتينج بتوين فيلان، جزئيه الراوتينج بتوين فيلان، ازاي نعمل راوتينج ما بين الفيلانز بتاعتنا، ونراجع على الفكره بتاعتها بسرعه كده ونشوف طرقها. وطبعا هتساعدني في ان انا لو عندي مشكله جايز يكون الراوتينج بتوين فيلان هو اللي فيه مشكله. وبعد كده نتكلم عن الاف اتش ار بي، الفيرست هوب ريدندنت بروتوكول، اللي هم 3 بروتوكولز بتوعنا اللي احنا عارفينهم بتوع الديفولت جيت واي. واخر حاجه هنشوف ايه هي جزئيه السويتش بيرفورمانس، وازاي ابدا اشوف البيرفورمانس بتاع السويتش متاثر بايه، وايه هي الطرق اللي ممكن اعملها تشيك اب عشان احل مشكله مثلا في الجزئيه دي. الراوتنج بتوين فيلان، نفكر بعض كده، لو كان عندي اتنين فيلان مختلفين عن بعض، هوست فيلان 10 وهوست فيلان 20، بالتاكيد ما كانوش يقدروا يتكلموا بعض، لان طبعا الديفرنت فيلانز كانت كوميونيكيت وذ ايتش اذر. فكنا لازم نبدا نعمل ايه؟ كان عندي اول طريقه ان انا اعمل راوتنج بتوين فيلان عن طريق راوتر اون ستيك، اللي هي كانت ان انا لازم اجيب لاير 3 ديفايس، وده كان السويتش بتاعي كده، اللي هو كنت بستخدم فيها ان انا اعمل سب انترفيس هنا. طبعا ما بستخدمش الفيزيكال انترفيس، بستخدم تو سب لوجيكال انترفيس، واحد لفيلان 10 وواحد لفيلان 20، وابدا اعمل راوتنج بتوين فيلان. وده طبعا كان سيناريو سيمبل ينفع او يتطابق مع الديزاين اللي هو بتاع السوهو، اللي هو سمول اوفيس هوم اوفيس، لشبكه صغيره يعني. لكن طبعا لو جيت بصيت على جزئيه اللي احنا اخدناها في شابتر 13 في كورس سويتشنج، اللي هو كان جزء الهيراريكال ديزاين، اللي هو عندي اكسس لاير وديستريبيوشن لاير وكور لاير. فبالتاكيد لو جيت تعمل راوتنج ما بين مثلا 10 فيلان او 20 فيلان، محتاج كام؟ 20 سب انترفيس. وهتعملهم فين؟ هتعملهم في الراوتر اللي موجود عندي، يبقى بالتاكيد هتعملهم فين؟ في الكور لاير. يبقى انت عديت الاكسس والديستريبيوشن وبدات تعمل راوتنج للكور، يبقى انت كده طبعا قاعد تعمل هاي يوتيلايزيشن، وبتبطئ طبعا في البرفورمانس، وعامل ان الترافيك بتاعك اي حد عايز يكلم التاني لازم يسافر لحد الكور نتورك. تمام، لكن طبعا ده بالتاكيد ما ينفعش في الاوبتيمال زايم بتاعي، فما بستخدمش الجزئيه دي. فبدات استخدم حاجه اسمها سويتشد فيرجوال انترفيس، واللي بعمله على مستوى الديستريبيوشن لاير، بيبقى الاكسس لاير كده، وده الاكسس لاير طلع لهم ادي ديستريبيوشن، ديستريبيوشن وديستريبيوشن فوقيه، سوري، وده ديستريبيوشن وده الكور. يبقى الديستريبيوشن في الغالب عامل كده، سوري بقى الرسم بالماوس سيء جدا، وده الكور، ده مستوى الديستريبيوشن اهوت. بعمل ايه؟ بيبدا الاكس طالع على الديستريبيوشن، ببدا اعمل راوتنج بتوين فيلان على الديستريبيوشن لاير اللي انت شايفها ديت، بحيث ان الهوست بتاعي ما يسافرش لحد اخر النتورك. فبيبدا الراوتنج بتاعي يتم فين؟ في مستوى الديستريبيوشن لاير عن طريق السويتشد فيرجوال انترفيس. بكريت لكل فيلان عندي انترفيس فيلان وانترفيس لوجيكال، وابدا احط الاي بي ادرس بتاعه على الديستريبيوشن لاير. وكنت في بعض الاحوال لو الديستريبيوشن لاير ده وقع، بيبدا الراجل دوت يقوم مكانه عن طريق ان انا كنت بكريت انترفيس فيلان مثلا، سي بنتكلم انترفيس فيلان 10، هبدا اي بيها 1.1.1.1، وابدا ادي مثلا انترفيس فيلان 10 برده هنا 1.1.1.2 في الاخر، بحيث ان لو الديستريبيوشن لاير ده وقع ابدا اطلع على مين؟ على الانترفيس فيلان الثاني، بس بشرط ان انا ابدا اعمل ايه؟ اغير الجيت واي فيزيكالي على الهوست هنا، وابدا اقول له انت الجيت واي بتاعك اصبح دوت 2. تمام؟ طيب بدانا نحل المشكله ديت، بدات استخدم الاف اتش ار بي اللي هي الفيرست هوب ريدندنت بروتوكول، اللي هو بيعمل لي اوتوماتيك لجزئيه التحول ترانزيشن تو انذر ديفولت جيت واي. لو الديستريبيوشن لاير ده وقع، مين اللي ياخد اوتوماتيك ده؟ والجيت واي بتاعي لا هيبقى دوت 1 ولا دوت 2، هو عامل ديفولت جيت واي مثلا سي دوت 200 فيرجوال اي بي ادرس، مفيش هوست واخد الاي بي ده، باستخدام يا اما الاتش اس ار بي اللي هو الهوت ستاند باي روتنج بروتوكول ريدندنت بروتوكول، او ان هو الفي ار ار بي الفيرجوال راوتر ريدندنت بروتوكول، او اللي هو الجيت واي لود بالانسنج بروتوكول. ثلاث بروتوكولات كنت بقدر اعمل بيهم عمليه الديفولت جيت واي ديت. بيبدا يتحول اوتوماتيك لمين؟ للديفايس تاني. طب ده عمل باك تاني للكونكتيفيتي بتاعتي، يبدا يرجع له الرول بتاعت اكتف، ده اللي يبدا يرد من غير ما اغير مين؟ الجيت واي فيزيكالي على الهوست بتاعي. طيب البروتوكول بتاعتي كان اتش اس ار بي، كان بيعين واحد اكتف والتاني ستاند باي. تمام، كان مين هو بيبقى الاكتف ومين هو الستاند باي؟ الاكتف كان هو الهايست برايورتي،
والستاند باي بيبقى تاني افضل برايورتي وراه. طب بالنسبه للفيرجوال ريدندنت برايورتي بروتوكول كان هو نفس القصه، بس كان بيختلف المصطلح بتاعنا، كان ماستر وباك اب. والجيت واي لوب بالانسنج بروتوكول كان هو مختلف عنهم تماما، لانه كان بيشتغل بالرول بتاعه الاي في جي والاي في اف، اللي هو الاكتف فيرجوال جيت واي اند اكتف فيرجوال فورورزر. كنا اللي هو الوحيد اللي كان بيقدر يعمل لود بالانسنج على ثلاث طرق، اللي هي الويتد راوند الويتد والراوند روبن. يبدا يعمل لود بالانسنج على مين؟ على الهوستس اللي طالعه له كلها، بيوزع فيرجوال ماك ادريسز على الاي في اف الموجود عنده. وزي ما احنا فاكرين لو كان في اي في اف وقع كان ايه اللي بيحصل؟ كان في اي في اف ثاني، الاي في جي بيوزع الرول بتاعت الكرنت اي في اف اللي عمل له داون لاي في اف ثاني جنبه، بحيث انه يبدا يرد على التو فيرجوال ماك ادريسز. هتقولي طب انت ما اتكلمتش بالتفاصيل ليه؟ لا انا يا جماعه بعمل ريفيو على التو بروتوكولز، مش طبعا مش هنتكلم في التفاصيل بتاعتهم عشان دول مشروحين اساسا في كورس سويتشنج بالتفصيل. فاينالي بجزئيه السويتش بيرفورمانس بتاعتي، ان انا اداء السويتش بتاعي جايز ياثر على اداء الترافيك ومستوى النتورك بتاعتي ازاي؟ لو السويتش فيه هاي يوتيليزيشن بالتاكيد هيحصل فيه ديلي في الترافيك، صح؟ ان الترافيك بتاعي مش هيوصل بالصوره المطلوبه. طيب ايه اللي ممكن ياثر على القصه ديت؟ عندي حاجه اسمها الباك بلين، واللي بيحتوي على لوجيكالي كنترول بلين وداتا بلين. يعني ايه؟ الباك بلين دوت هو تشيسز او فيزيكالي، تمام؟ اللي هو المسافه من البورت الان وهو داخل السويتش لحد ما يخرج اوت، كل اللي بيتم عليه هنا بيتم في قطعه اسمها الباك بلين. زي ما تقول كده، عارف اللي هو ايه؟ عارف لما نجيب مثلا جهاز الكمبيوتر نقول فيه ماذر بورد عليها القطعه اللي هي الرام والسي بي يو اللي هو البروسيسور، هو ده الباك بلين بتاع مين؟ الراوتر. ساعات بنطلق عليه السوبرفايزر للراوتر بتاعي، تمام؟ او اللي هو بنتكلم دلوقتي فيه السويتش او المالتي لير سويتش. طب ايه هو الكنترول بلين؟ ده لوجيكالي طبعا، احنا اتفقنا ده فيزيكالي، اما ده لوجيكال وده لوجيكال. الكنترول بلين هي الاجزاء المسؤوله عن عمليه الفوروردنج، تمام؟ يعني ايه؟ الراوتنج بروتوكول مثلا اللي بيتم هنا اسمه كنترول بلين، هو المتحكم في ان الباكت لما تدخل عندي في المالتي لير سويتش لحد ما تخرج. العمليه اللي بتتم هنا عن طريق راوتنج بروتوكول مثلا هي مين؟ الكنترول بلين. اما هو بيتم في جزئيه اسمها الكنترول بلين، اما الداتا بلين هي الجزئيه المسؤوله عن هاو تو فورورد، ازاي؟ ثرو تيبلز. مش انا لما الاي اي جر بي قرر ان هو عنده راوت لشبكه 10 اللي هي هنا، اللي انا رايح لها هنا كده، هيبدا يستخدم ايه؟ بيستخدم الراوتنج تيبل بتاعه، خلاص كده؟ يبقى الراوتنج تيبل دوت هو الداتا بلين بتاعتي اللي هيتم على اساسها الفوروردنج، تمام؟ طبعا اتفقنا ان الاثنين دول بيتموا فين؟ جوه الباك بلين. قيس عليهم نفس القصه، ان الاف اي بي تيبل بتاع السيف موجود فين؟ في الداتا بلين. طب بروتوكول الارب يعد كنترول بلين، اما الارب تيبل هو في الداتا بلين، تمام؟ يبقى كده القصه ايه؟ اصبحت واضحه. فطبعا لو الباك بلين بتاعي از هول يعني كله مشغول او عليه كونجستد، وهنشوف ايه السبب، وساعات بترجع للكباسيتي اوف تي كيم تيبل، بيبدا يحصل عندي مشكله بديلي في النتورك بتاعتي، واحيانا لوس اوف كونكتيفيتي، ان انا افقد الكونكتيفيتي خالص ويبقى في داون عندي في المالتي سويتش او الراوتر. او بالنسبه للاير 2 ان السبانينج تري بتاعي يبدا يعمل لوب مثلا في النتورك، فيبدا يرفع لي السي بي يوتيليزيشن زي ما هنقول في التاب اللي تحت، تمام؟ طيب بالنسبه للبورت ايرز، لو في عندي مشكله في البورت بتاعي زي مس ماتشنج في الباندوتس مثلا، مس ماتشنج في الديوبلكس، ايه اللي بيحصل؟ او السبيد بتاعتي يبدا يحصل على البورت ايرور سواء كان في الان او في الاوت، وده يرجع لاختلاف الباندوتس بتاعتي، ويبدا يعمل لي كيوز او بافرز، ويبدا ايه يعمل كونجستشن في النتورك. يعني سي ادي السويتش بتاعي وداخل له ترافيك على البورت فاست 0 على 0، بالنسبه للبورت اللي بعت له ده كان بيبعت ب 1 جيج بير سكند، وده بيستقبل ب 100 ميج بير سكند، يعني فرق 900 ميجا، تمام؟ فايه اللي يحصل؟ يبدا الفلو كده يبدا يزحم على البورت بتاعي، البورت يبدا يحصل فيه كونجستشن، يبدا يستخدم البفر بتاعه، البفر يبقى اصبح فيل اب، ان هو يعني خلاص اتملى على الاخر، يبدا يعمل ايه؟ ديسكارد للباكتس. هي في الاول بدات بديلي شويه في التاخير في الكيو في الطابور الانتظار، بدات بعد كده كملت بايه؟ بجزئيه الديسكاردنج للباكتس بتاعتي. وهتقولي اوكي لو هو تي سي بي كونكشن هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يعمل سلو داون للسايز بتاع الويندو بتاعته، تمام؟ يبقى كده يبدا يعمل ايه؟ البورت لو في ايرور عندي يبدا يعمل لي مشكله في السويتش بيرفورمانس بتاعتي، تبدا بديلي ممكن توصل لحد الديسكاردنج للباكتس. الديوبلكس مس ماتش نعمل نفس القصه، هي تتبع الايرورز، يعني ان واحد بيبعت بفول ديوبلكس وواحد بيعمل هاف ديوبلكس، هيبدا يعمل لي ايه؟ كوليجن، صح؟
ويبدا يحصل مس ماتشنج في السبيد، برضه هيعمل لي كيوز وبفرز بلس كوليجنز، يعني هيبدا يضيف ايه كوليجنز في النتورك بتاعتي، وده هيسبب ديلي اكتر، ومش ديلي للداتا المبعوثه بس، لا ده اول ترافيك فروم اول سورسز تو اول ديستنيشنز. تمام. طيب يبقى نيجي للنقطه اللي بعدها، كاباسيتي اوف تي كي ام تيبل. فاكرين تي كي ام تيبل اللي هو الترنري كونتنت ادريسبل ميموري اللي كنا بنخزن فيه ايه؟ كان بيبقى السكيورتي والكواليتي اوف سيرفيس، فاكرين؟ فدول كانوا اهم جزئيتين موجودين في التي كي ام تيبل، وكان بيتخزن فيهم عن طريق الاكسس ليست اللي انا مكريتها ان هي ماتش ترافيك بتاعي. فلو انا الكي ام تيبل بتاعي ده اصبح كونجستد، ايه اللي يحصل؟ او اصبح الانتريز بتاعته فول، لان التي كي ام تيبل دول سبيس، يعني انت طبعا تختلف من اركتكشر لاركتكشر ثانيه، من سويتش لسويتش او من مالتي سويتش لمالتي سويتش. مثلا ال 3560 الكباستي بتاعته كذا، ال 4500 الكباستي بتاعته كذا. فلو الكباستي بتاعتي اصبحت فول هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يعمل اوتوماتيكلي ديسكارد الباكت. ليه؟ لانه مش قادر يماتش. تذكر معايا كده كان التي كي ام تيبل بيبدا يخزن فيه المعلومه بتاعته، وبعد كده يبدا يفورورد لمين؟ للباك بلين، صح؟ كانت المعلومه بتبقى متخزنه هنا، وابدا مين اللي قرر يستخدم بقى يعمل فوروردنج الباك بلين اللي جواه الكنترول بلين، يبدا يستخدم البروتوكول المناسب والداتا بلين التيبلز المناسبه عشان يبدا يعمل فوروردنج للباكتس بتاعته. يبقى التي كي ام تيبل لو اتملى على الاخر ايه اللي يحصل؟ مش هقدر ابعت البيانات لمين؟ في الانجرس بعد ما تخش على البورت بتاعي تدخل لمين؟ للباك بلين، فابدا اعملها ايه؟ ديسكارد اوتوماتيك على طول، ما فيهاش حتى كيوز او بفر. طيب ابدا اشيك القصه دي ازاي؟ هنبدا برضو نعمل عليها شو، ان انت لو عملت شو تي كي ام تيبل، يعني انا عايز نحاول ندي مثال للشو، شو طبعا هتبقى مختصره تي كي ام، تي كي ام اي ان ان اكسس ليست، الناس اللي جايه في ايه؟ في الانتري مثلا، وسي يقول له مثلا الان اكسس ليست بتاعتي، وابدا اقول له ايه؟ statistics. تمام؟ statistics. اوكي كده؟ طيب تعالى يعني نقول السي بي يوتيليزيشن، وبعد كده نبدا نشوف ايه مثال للشهادات بتاعتنا ديت، والبورت ايرور برضه عايزين نشوف مثال لقصه البورت ايرورز قبل ما نبدا نشوف قصه الترابل شوتنج. السي بي يوتيليزيشن لو البروسيسور بتاعي عالي يبقى بالتاكيد مش هيبدا يفورورد بيانات ويبدا يعمل ايه؟ ديسكارد الباكتس برضه. طب ايه اللي ممكن يعمل لي سي بي يوتيليزيشن؟ ان ممكن يكون عندي سبانينج تري لوب مثلا، او عمليه الكشن غلط، او في فلو اوف باكتس نتيجه هجمه ما، او فيروس في النتورك، او تروجن، او وات ايفر، اي حاجه بتسبب ان تشغل السي بي يو بتاع السويتش او المالتي لاير سويتش. تمام. طب بقدر برضو امونيتور السي بي يو يوتيليزيشن بتاعي عن طريق كوماند برضو اسمه شو بروسيس سي بي يو. تمام. هنشوف طبعا الكوماندز دي مع بعض دلوقتي، لكن الفكره فكره السي بي يو يوتيليزيشن اكيد انت اوير بيها، لان طبعا لو انت عملت يعني لو انت جيت في البي سي بتاعك نفس القصه، لو عملت التاسك البي سي له بروسيسور صح؟ لو جيت في البرفورمانس هنا لقيت البروسيسور طالع لحد فوق مثلا 100% يبقى بالتاكيد مش هتقدر تفتح ماي كمبيوتر، اي اوردر هتديه له ايه اللي هيحصل فيه؟ هيبدا يتعمل له دروب. تمام؟ طيب نهينا عن الجزئيه ديت، تعالى نبدا نشوف البورت ايرورز بتاعتي ابدا امونيتور الكلام ده ازاي؟ هي طبعا البورت ايرورز بينطبق تحتها او بيندرج تحتها مين؟ الديوبلكس ميس ماتش، ونشوف برضو نفس القصه الكباسيتي اوف تي كيم تيبل والسي بي يو يوتيليزيشن. لو جبنا السكيور سي ار تي بالشكل ده، ناكسس على اي سويتش عندنا، سويتش واحد زي مثلا هبدا اقول له انيبل، عايزين نقول له شو بروسيس سي بي يو. اوكي بدا يديني ايه؟ معلومات عن البروسيسور بتاعي، يهمني طبعا دي معظم الديتيلز بتاعت الناس اللي شغاله، ودي طبعا البرسنتج بتاعتها. نطلع فوق كده البرسنتج بتاعتي انا اليوتيليزيشن بتاعي في اخر 5 ثواني كان 4%، من دقيقه فاتت كان 4%، من 5 دقائق فاتوا كان 4%. يبقى الفكره ان انا ابدا اطلع افريج دلوقتي ان انا السي بي يو بتاعي كام؟ 4%. نتيجه ان في بعض الابلكيشنز شغاله، او ان انا اشوف ايه مين اللي عامل هاي يوتيليزيشن، مين هو اللي عامل مشاكل عندي في النتورك، وابدا امونيتور الكلام ده. تمام. طبعا لو انا شايف ان السبانينج تري عملت شو بروسيس سي بي يو، وشفت ان السبانينج تري مثلا واخد برسنتج عاليه في البرسنتج بتاعته في التاب دوت، فيبقى ايه اللي حصل؟ ان انا السبانينج تري عندي في ايرور الكشنز، او في لوب، او في ستورم مثلا، او في برودكاست
في النتورك السبانينج تري ما يقدرش يعالج المشكله دي. طب لو عايزين نشوف بورتس ايرور بتاعتي ممكن اقول له شو انترفيس زي مثلا فاست 0 على 1 0 على 1 ممكن اقول له بعدها الكاونترز بتاعتي ممكن اقول له كده كاونترز الكاونت بتاعتي ممكن ادي له الكاونترز يبدا يديني ايه معلومات عن الباكتس اللي جايه له يعني زي مثلا عدد اليونيكاست باكتس اللي جات لي كانت 260 عدد المالتي كاست اللي جالي في الاتجاه الان ان مالتي كاست باكتس كان 178 عدد البرودكاست اللي جات لي كانت 5 ده بالنسبه للاوت نفس القصه بالشكل ده تمام. طب لو انا عايش في الايرورز بتاعتي بقى ايرورز بدا يقول لي ايه عندي الايرورز بتاعتي ابتداء من التاب اللي احنا شايفينه ده كده كلها اصفار طبعا لان ما عنديش مشاكل دلوقتي. الالاين ايرور ده لو انا عندي باكتس السي ار سي بتاعها في مشكله فاكرين السي ار سي بتاع التي سي بي لو انا عندي في السيجمنت بتاعتي فيها مشكله في السي ار سي سايكليك ريدندنسي تشيك يبدا يقول لي ان في كام باكت عنده فيها مشكله في السي ار سي. طب لو انا جات لي باكت فيها فريم شيك سيكونس ايرور فاكرين اللي هو بتاع لير 2 اللي هو كان بيبدا يشوف في اخطاء في الفريم ولا لا اللي عن طريق اصلا ان السويتش لو جه ستولن باكت او سوري فريم موجود فيه الفريم شيك سيكونس هيدر او الفيلد بتاعها 1 فاليو يعني اللي يحصل يبدا يعمل ديسكارد اوتوماتيكلي للفريم ده تمام. طيب الترانزميت ايرور لو انا عندي مشكله في الكيو يعني زي مثلا الراوتر بتاعي او السويتش بتاعي بيبدا يفورورد بيانات اللينك مثلا اللينكه نفسها 1 ميجا تمام او سي مثلا سيريال 1500 ميجا تمام وانا الباندويث بتاعتي على البي في سي مثلا انا بقرب لك المثال على البي في سي 108 السي اي ار بتاع اللي هو الكوميتد انفورميشن ريت اللي انا متعاقد بيه مع الاي اس بي كان 128 كيلو بايت او 512 فبالتاكيد اللي هيبدا يحصل ان السويتش بتاعي او سوري الراوتر هيبدا يبعت على الفيزيكال سبيد اللي هي 1544 وانا السرعه المتعاقد بيها ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل مس ماتشنج ما بين السبيد بتاعتي فيبدا يحصل كيو او طابور انتظار على الاوت بورت يعني البورت ما يجي يخرج هيبدا يخرج 512 ب 512 فيبدا يحصل طابور انتظار فلو حصل ايرورز هيبدا يقول لي في هنا ايرورز. نفس القصه بقى لو في حاله ريسيفنج لو انا عندي ايه بستلم بسرعه كبيره جدا بستلم بسرعه 1 جيجا والبورت بتاعي 100 ميج بير سكند يعني فاست ايثرنت فيبدا يحصل عندي برده نفس القصه كيو 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 وبعد كده يبدا يعمل ديسكارد للباكت. طب الاندر سايز لو عندي باكت جت البايت بتاعتها اقل من 64 بايت يعني حجمها اقل من الحجم اللي احنا عارفينه المفترض للويندو بتاعتي. السنجل كوليجن لو انا عندي حصل كوليجن قبل ما اعمل ترانزميت يعني قبل ما البيانات تتبعت لو حصل عندي كوليجن قبل ما البيانات تتبعت زي مثلا في الاول فيبدا يحصل ايه؟ يبدا يقول لي ان هنا في سنجل كوليجن حصل. طب مالتي كوليجن نفس القصه بتاعت ده. طب اسباب الكوليجن ايه؟ باندويتس اند ديوبلكس ميس ماتش لو حصل قصه في الكوليجن بالذات يبقى لازم تفكر في جزئيه ايه؟ الديوبلكس قبل الباندويتس بتاعتي. طب الليت كوليجن ده لو حصل كوليجن ايه؟ وانا بعد ما بعت بياناتي يعني ده الكوليجن اللي بيحصل في البيانات بتاعتي. طيب الاكسس كوليجن لو انا عندي حصل عدد الكوليجنز اللي حصلت بعد 16 كوليجن يعني السويتش بتاعي يا جماعه بيسمح ب 16 كوليجن باي ديفولت لو تخطى 16 كوليجن يبدا يعمل ايه؟ يبدا يعمل دروبس الباكت على طول يعرف ان اللينكه ديت دايما بيحصل فيها كوليجن فالترافيك مش هيوصل فليه ابعت او ويست باندويتس موجود عندي فابدا اعمل ايه؟ اعمل ديسكارد للترافيك مباشره. الكارير سنس لو انا عندي حصل كوليجن اثناء ايه؟ اثناء عمليه السنس مش فاكرين السيزما سي دي كارير سنس مالتيبل اكسس لو جيت اعمل سنس للباكت سنس للكارير بتاعي حصل كوليجن يبدا يقول لي ان في حصل كوليجن هنا. الران ستاتي لو في بيانات اقل من 64 بايت هيبدا يقول لي هنا هتقول لي الله امال الاندر سايز ايه؟ الران ستاتي لو انا عندي باكت اقل من 64 بايت بس السي ار سي بتاعها غلط في مشكله يعني فيها باد سايكليك دونت تشيك لكن دي طبعا كانت سليمه. طب الجينز بتاعتي لو انا عندي باكت اكبر من 64 بايت تمام يبقى طبعا لو انا شايف دي الاستاتستكس بتاعتي الاحصائيه بتاعت الفورك ابدا امنجر بيها وافهم القصه فيها ايه مشكله عندي تمام. طيب ده كده كان بالنسبه كان بريف سريع عن الاجزاء اللي احنا عايزين نتكلم فيها عن السويتش بيرفورمانس ابدا امنجر الكلام فده هيبدا يفيدني ان انا ابدا احدد جزئيات هل فيها صعوبه هل فيها مشكله هل في اجزاء بتعمل لي بيرفورمانس اقل مثلا ابدا مونيتور الكلام تمام. تعال نشوف التيكت اللي موجوده عندنا بخصوص الموضوع ده ونشوف هنحلها ازاي. طبعا عارفين البيز لاين بتاعنا اللي هو الرسمه اللي موجوده قدامنا ديت ان انا دايما عندي الهوست اللي هو كلاينت رقم واحد الهوست الذي العظيم بتاعنا اللي ما نقدرش ناخر له طلب دايما بيحاول ياكسس على الانترنت بايه
بيبنج عليه مثلا او ويب او ويب ترافيك، فيبدا يدخل عادي مفيش مشكله. تمام. فالمشكله اللي عندنا دلوقتي ان احنا هنبدا نعمل ايه، نشوف ايه التيكت اللي جات لنا. فنبدا نبص بقى معانا دلوقتي الكاستمر بيبدا يشتكي من ايه. الكاستمر بتاعنا دوت قال، نبدا نقرا التيكت بتاعته. التيكت جات لك على المكتب بتاع حضرتك وقال لك ايه، الهوست اللي هو الكلاينت رقم واحد lost connectivity with the internet temporarily، ان هو فقد فقد انه يقدر يوصل للانترنت بتاعه مؤقتا، لكن ساعات يعني ساعات الكونكشن بيرجع يعني. تمام. لكن طب لما الكونكشن ده بيرجع، الترافيك بياخد اللونجست او الباك اب باث اللي هو ثرو مين الديستريبيوشن لاير سويتش رقم 2. فلما يجي ياخد المسار اللي هو النهون الطويل اللي هو ده، يعني تعالى نتبع المسار بتاعك، بيقول ان الهوست دوت لما يجي يطلع بيعمل تريسرت مثلا، بيبدا يطلع من المسار دوت لما ده الفتره اللي بيطلع فيها مين الانترنت. تمام. طب يعني الريكومندد باث مين؟ اكيد الباث اللي قدامه من الديستريبيوشن لاير رقم واحد، لكن هو بيقول حاليا اصلا هو فاقد الكونكتيفيتي بتاعته مع مين؟ مع الانترنت. تمام. حتى كمان لو الكونكشن شغال تمام، بيبدا يقول لك ايه، ان هو بيطلع على الباك اب باث ايفن ذو ان الديستريبيوشن لاير 1 شغال تمام. يعني حتى لو المالتي لاير سويتش رقم واحد شغال تمام، يبقى ايه بيطلع منين؟ بيطلع من هنا برضه. فده عرضه طبعا. نبدا يعني ده اكيد دماغك راحت دلوقتي لفين المشكله، ان يعني ممكن يكون ده هو الروت بريدج بتاعه، ده الروت بورت، وده ايه بلوك بورت مثلا. تمام. او نبص نكمل مع بعض، لكن ده طبعا اللي في دماغك. سو انشور that all traffic go through shortest path all if it's available. اتاكد ده بقى اللي هو ده التيكت بتاعتك، اتاكد ان الهوست بتاعك بيطلع انترنت وبيطلع من المسار الاقصر دايما طول ما هو شغال. تمام. تعال نبدا نعمل نحدد المشكله فين، وبعد كده هي في 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 ديفايس ايه، وبعد كده التكنولوجي بتاعتها ايه، وبعد كده ايه هي الجزئيه اللي هنعالج بيها المشكله. نبدا نفتح الكوماند برومبت بتاعنا، نبدا نشوف المشكله فين. وبقول ان هو فقد الكونكتيفيتي، تعال نعمل بنج على 209.65.200.241 على الويب سيرفر. عملت بنج على الويب سيرفر، نتاكد بس ان الاي بي صح، 209.65.200 سوري الاي بي صح ماشي كده. مش قادر يبنج. طب انا اوصل للكلام ده ازاي؟ تريسرت داش دي داش دي 209.65.200.241. عايزين نشوف المشكله فين. واو. وصلنا كده لايه، ان هو طلع على اول هوب طلع لها 10.2.1.2 10.2.1.2. فين 10.2.1.2 في الرسمه بتاعتنا؟ 10.2.1.2. هنا طلع على الانترفيس فيلان 10. تمام. طيب يبقى هو انا عرفت ان هو بيطلع كده اللي هو المين للانترفيس فيلان، فاكرين هو السويتش فيرجوال انترفيس بتاع مين اللي موجود على المالتي سويتش واحد. مش كنا فاكرين لما قلنا في البيز لاين، افتكر الفيديو اللي فات، ان انا كنت مكريت هنا سويتش فيرجوال انترفيس لفيلان 10، كان الاي بي بتاعه 10.2.1.1، وكان فينا الباك اب بتاعه 10 سوري ده مكتوب 10 كده .2.1.2 معاه في نفس السبنت اهوت. لو ده وقع ده يبدا ايه يقوم مكانه. واتفقنا ان احنا كان في البيز لاين كنا عاملين ايه، ان احنا كنا مشغلين اتش اس ار بي هوت ستاند باي راوت ريدندنت بروتوكول، بيعمل لي ايه، عامل لي فيرجوال جيت واي 10.2.1.254، وبرده نفس القصه هناك 10.2.1.254، عشان تبقى القصه الفيل اوفر اوتوماتيك ما بين مين، مالتي لاير سويتش 1 ومالتي لاير سويتش 2. لكن مين هو الاكتف؟ اتفقنا ان احنا عاملين مالتي لاير سويتش 1 هو اكتف، والمالتي لاير سويتش رقم 2 هو الستاند باي. لكن لاحظ دلوقتي ان هو بيطلع من المالتي لاير سويتش رقم 2. تمام. ليه القصه ديت؟ تعالى نبدا نحلل المشكله، ان انا ابدا اروح فين، في المالتي لاير سويتش رقم 2 او المالتي لاير سويتش رقم 1، وابدا اشوف المشكله. تعالى نبدا نروح على المالتي لاير سويتش رقم 1. احنا في المالتي لاير سويتش رقم 1 انيبل، نعمل شو رانينج، او تعالى نقول له ايه، شو ستاند باي بريف، وريني معلومات مين الستاند باي. مبدئيا بالنسبه لفيلان 10 جه قال ايه، نقرا المعلومات كده، البريوريتي بتاعته بالنسبه لجروب رقم 1 130، وهو حالته دلوقتي ستاند باي، يعني الراوتر دلوقتي كده ستاند باي. طب مين هو الاكتف؟ 10.2.1.2، يعني دوت هو الاكتف اهو، اي بي اهو. طيب اضافه كمان مين هو الستاند باي؟ اللوكال بتاعي هو الستاند باي. الفيرجوال اي بي اللي بنخدم بيه 10.2.1.254. لو احنا عايزين نتاكد ان الاي بي بتاعنا سليم، اي بي سوري كان الاي بي اف كونفج او اي اف
config dash all ib config dash all سوري اف كونفج ده على لينكس سوري على ويندوز اي بي كونفج. نطلع فوق كل دي الكاردز بتاعتي. هنا الاي بي بتاعي 10.2.1.13 فعلا الجيت واي بتاعي كام؟ 10.2.1.54 يعني انا واخد الجيت واي بتاعي سليم تمام؟ يبقى ما عنديش مشكله في البي سي بتاعي، اتاكدت ان البي سي بتاعي واخد الجيت واي صح مش واخد ديفايس محدد على ان هو الجيت واي تمام؟ طيب تعالى نعمل شو رانينج كونفجريشن نشوف الكونفجريشن بتاعتنا. ننزل ننزل تحت كمان انترفيس فيلان 10 نبص على الانترفيس اللي احنا كريتين الفيلان بتاعتي واخد اي بي ادرس واخد الاي بي الفيرجوال اي بي واخد برايورتي كام 200 يعني المالتي سويتش واحد واخد برايورتي 200 في حين هو مطلعها لي 130. طب تعالى نروح سويتش رقم 2 سوري سويتش 2 انيبل شو ران اول شو ران ممكن نعمل شو ستاند باي بريف البريف بتاعته كام 150 نبدا نقول له شو ران عشان بس اتاكد ان مفيش تراكنج انترفيس فيلان 10 فيلان 10 البريف بتاعتها 150 المال ده واخد برايت بتاعته كام 200 البرايت بتاعت مالتي سويتش واحد 200 يعني نكتب كده اهوت البرايت بتاعت الراجل ده كانت 200 اما ده 150 تمام يعني المفروض مين يبقى الاكتف المفروض يبقى مالتي سويتش رقم واحد هو الاكتف. طب تعالى نشوف القصه هو مش اكتف ليه. نرجع لمالتي سويتش واحد ريزيوم سويتش 1 شو ران لعلكم تكونوا لاحظتوها ان هو عامل تراكنج زي ما احنا شايفين كده. نقرا بعد البرايورتي بتاعته 200 ايه اللي حصل؟ عاملين حاجه اسمها تراك. عاملين تراك لمين؟ لفاست 0 على 1 هات الرسمه. عاملين تراك للانترفيس اللي هو فاست 0 على 1 وعاملين تراك لمين؟ للبورت شانل. لو الانترفيس فاست 0 على 1 تمام فاست ايثرنت 0 على 1 ايه اللي حصل؟ لو وقع نقص البرايورتي كام؟ 70 تمام؟ طب لو البورت شانل وقعت نقص البرايورتي كام؟ 50. لو احنا قمنا عاملين شو ستاند باي بريف هنلاقي ان البرايورتي بتاعتي كام؟ 130 وهي في الاصل المفروض تكون 200 معنى ذلك ان هي طرح منها كام؟ 70 معنى ذلك ان انترفيس 0 على 1 واقع تمام؟ يبقى ممكن اقول له شو اي بي انترفيس بريف بريف ممكن اقول له اكسكلود ان اسايند اسايند عندي الانترفيس فيلان 10 زي ما احنا شايفين كده الانترفيس اللي هو 0 على 1 اوكي 0 على 1 معمول له ايه؟ administratively شوت داون مع ذلك ان الانترفيس 0 على 1 واقع ليه؟ معمول له شوت داون. يبقى انا اخش اقول له conf t اقول له ايه؟ interface fast 0 على 1 نون شوت داون من المفترض بتاعتي ترفع لكام؟ ترفع لحد 200 تمام؟ رجعت دلوقتي قال لي اه interface 200 تعالى نبدا نعمل بينج تاني كده بينج على 209.65.200 دوت 6.5.200.241 انا قادر اوصل صح؟ دلوقتي انا حاليا قدرت ايه؟ اوصل للنتورك بتاعتي من غير مشكله ويبقى عندي صعوبه في الكلام تمام؟ طيب نعمل نحب نعمل ايه دلوقتي؟ نحب نعمل تريسرت ونشوف المسار بتاعنا اللي احنا طلعنا له كان هو ايه؟ اقول له تريسرت تريسرت لمين؟ 209.65.200.241 سوري احنا ممكن نقول له داش دي عشان ما يقعدش يعمل ريسولف للنيم داش دي كده قادر يطلع الانترنت فعلا بس ركز معايا كده هو عمل اول هوب ايه 10.2.1.2 10.1.2.1.2 وبعد كده فين الراجل دوت يعني 10.2.1.2 وبعد كده طلع لمين ل 10.2.2.2 فين الراجل في الرسمه دوت طلع لمين؟ للانترفيس اللي موجود هنا تمام؟ بعد كده طلع لمين؟ ل 10 1 4 5 10 1 4 5 كده وبدا يطلع 9 5 زي ما هو ماشي المسار بتاعه فوق. خدت انت بالك من المشكله ديت؟
تفتكر المشكله دي بسبب ايه؟ تعال، هو كده لاحظ ان ما زال برضو بيطلع من هنا. هو احنا دلوقتي احنا حلينا الجزء الاولاني من المشكله، اللي هو كان ايه؟ ان هو الكونكشن بتاعه فقده مع الانترنت، لكن هو قدر يوصل له، لكن ما زال في بيرفورمانس اقل، وانه مش قادر يوصل من اقصر مسافه. ليه؟ لان قال لك لما الكونكشن بيبقى اب، هو ات كامز اب، لاحظ كده ايه اللي بيحصل؟ الترافيك بياخد اللونجست باث برضه. يعني احنا ما حلناش المشكله، ان اليوزر بتاعي قال لك ان بعض الاحوال بطلع انترنت بس باخد مسار اطول من العادي. طب تعالى نبدا نراجع نشوف ان المالتي سويتش واحد ليه مش هو اللي اصبح بيتفورورد لود ترافيك. نعمل اند كده، نعمل شو ستاند باي تاني، شو ستاند باي بريف. ايه اللي حصل؟ قال لي ان البريف بتاعته كام؟ 200، وهناك المفروض كام؟ 150. يعني هو فعلا رجعت له ال 70 بتاعته، اتجمعت له، بس ما زال ستاند باي، وان الاكتف حالا برضه هو لسه ما زال المالتي سويتش التاني. طب ليه الكلام ده؟ مع ان هو المفروض اعلى برايورتي. راجع كده، لو احنا عملنا شو ران ممكن نقول له بيجن انترفيس فيلان 10، فيلان 10 شو ران، ريح نفسنا، كاتبين كده حاجه غلط، فين انترفيس فيلان 10؟ انترفيس فيلان 10 كنا كاتبين فيلان 10 غلط. تمام، ايه قال لي هنا؟ ان الانترفيس فيلان 10 البرايورتي بتاعته 200 وهناك 150. لاحظ راجع كده، لما ده كان اكتف من شويه صح؟ معايا؟ تعال نروح نشوف هو لسه اكتف ولا مش اكتف. سوري، نزل دي. ريزيوم سويتش 2 شو ستاند باي بريف. قال لي ايه؟ قال لي ان هو حاليا هو ما هوش اكتف. لا، هو اكتف مع انه 150 بس اكتف. ليه؟ هنا ينطبق قاعده البريمت. فاكرين قاعده البريمت؟ لان الراجل دوت فقد الاكتف رول بتاعته صح؟ فمين اللي اخدها؟ المالتي سويتش، لان هو الباك اب بتاعه. يبدا يحصل ايه؟ لو اللاست اكتف اللي كان قبل كده كان موجود رجعت اب تاني من الداون بتاعته، ايه اللي يحصل؟ ما ياخدش الاكتف رول حتى لو كان اعلى برايورتي، الا لما يحصل ايه؟ الا لما يبقى منفعل عليه قاعده البريمت. فانا ابدا اعمل ايه؟ شيفت اكس، وابدا اقول له ريزيوم سويتش 1، وابدا اقول له كونف تي انترفيس فيلان 10 ستاند باي 1 بريمت. تمام؟ كده يبدا يحصل ايه؟ يبدا ياخد هو قاعده الاكتف. لاحظ شفت الرساله طلعت قالت ايه؟ قال لي بالنسبه للاتش اس ار بي ستيت اللي طلعت لي، ان فيلان 10 بالنسبه لجروب 1 الحاله بتاعتي اتحولت من ستاند باي لمين؟ لاكتف. يبقى الراجل دلوقتي مين بقى اكتف؟ بقى المالتي سويتش رقم 1 هو الاكتف. تعالى نعمل تريسر مره ثانيه كده ونشوف هل المسار اتعدل ولا لا. بدا يطلع على مين؟ على 10.2.1.1 10.2.1.1 هو مين؟ مالتي سويتش رقم 1 سوري. وبعد كده بدا يطلع اهوت على 10.1.4.5، بدا ياخد المسار بتاعه طبيعي جدا وطالع مفيش مشكله. تمام؟ يبقى كانت المشكله بتاعتي ان عندي قاعده البريمت اخدناها بصوره مفيده شويه بحيث انها توضح لي الكلام. تمام؟ يا رب يكون الفيديو افادكم. طبعا ما قدرناش برضو نحل مشاكل كتير جدا، لان في لو جينا بصينا هنلاقي اي في اف، وفي الاجزاء بتاعه الجي ال بي بي والفي ار ار بي، وفي كان ممكن نعمل مشاكل في الراوتنج بتوين فيلان. لكن حبيت اعمل صوره بس تخليك تفكر في كل الاجزاء دي كلها، وايه هو اللي ممكن يكون مفيد ليك في النسبه دي. اتمنى يكون الفيديو يكون مفيد، واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.